بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا برضو في معمل الحرارة وحناخد تجربة اسمها السيرمال اكسبانشن. التجربة ديت الغرض منها ان انا اعين حاجة اسمها الالفا. الالفا دوت اللي هو اللينير اكسبانشن كوفيشنت. هديكم نبذة سريعة عن اللينير اكسبانشن كوفيشنت. لما بيكون عندي رد كده هوت، رد زي اللي قدامكم دوت، والرد دوت يكون اللينس بتاعه L1 لما درجة الحرارة T1. اذا رفعت درجة الحرارة وخليتها T2 فحلاقي ان الرد دوت الطول بتاعه بيزيد وبيصبح L2. يعني كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما اللينس بيحصل له ايه؟ بيزيد. طيب لقوا ان التغير في اللينس دوت اللي احنا هنسميه دلتا ال اللي هو بيساوي L2 - L1. لقوا ان الدلتا ال دوت دايركتلي بروبورشنال مع الدلتا تي، ولقوا ايضا ان الدلتا ال دايركتلي بروبورشنال مع ال نوت. ال نوت دوت اللي هو الانيشيال لينس اوف رود، يعني معنى كده اللي هو ات تي 1 قبل ما اعمل اي هيتنج. من القانونين دول اقدر اكتب ان الدلتا ال دايركتلي بروبورشنال مع ال نوت تايمز دلتا تي. اشيل علامة التناسب ديت واحط بدلها الفا، يبقى الدلتا ال بيساوي كونستانت اللي هو الايه؟ الالفا ال نوت في الدلتا تي. المعادلة ديت شبه المعادلة الرياضية المعروفة اللي بتقول واي ايكوالز ام اكس، يعني معنى كده هو اذا انا رسمت الدلتا ال على محور واي ورسمت الدلتا تي على محور اكس هيطلع لي ستريت لاين بيمر بالاوريجين، السلوب بتاعه هو الالفا ال نوت. بمعرفه ال نوت اقدر اطلع الايه؟ الالفا اللي هو اللينير اكسبانشن كوفيشنت اللي هو معامل التمدد الطولي. لو رسمت علاقه كده هوت زي ما انتم شايفين، لو رسمت علاقه كده هوت بين الدلتا ال وهاخدها مثلا بالسنتيمتر وبين الدلتا تي بالدجري سيلزياس. مهم جدا اكتب كل اكسس ايه اللي برسمه عليه وايه اليونت بتاعته. المفترض ان بيطلع لي ستريت لاين كده هو. طبعا انتوا عارفين ان هو بيمر بالاوريجين. لو شفت منك حصل شفت كده صغير ولقيته بعيد عن الاوريجين شويه، ده ايرور مسموح بيه، مفيش اي مشكله. طبعا بتكون في عندي كده هوت نقط، ممكن تكون في نقط بره ونقط جوه. زي ما اتعلمنا احنا بنرسم البيست فيت اللي هو الخط اللي بيوصلنا الايه؟ النقط. بحسب السلوب بتاع الخط دوت، باخد اي نقطتين، ادي نقطه اهيت وادي نقطه اهيت، خط كده وخط كده، خط كده وخط كده، اقول ان السلوب بيساوي الالفا في ال نوت، يبقى الالفا بتساوي السلوب على ال نوت، ومنها اجيب الالفا يطلع رقم اليونتس بتاعته ديجري سيلزياس ماينس 1. ده باختصار نبذه كده هوت عن التجربه اللي احنا بنعملها. ادي الجهاز بتاعنا بتاع التجربه بتاعتنا. الجهاز دوت عباره عن رد زي ما انتم شايفين فيكسد من الاند ديت، الاند ديت فيكسد. الانيشال لينس بتاع الرد بقيسه من اول هنا، امشي كده هوت معايا، امشي معايا لغايه هنا هوت دوت اللي هو الانيشال مين، الانيشال لينس قبل التسخين وقبل اي ايه؟ وقبل اي شيء. انا عندي هنا هوت بويلر، البويلر ديت بتطلع بخار، البخار دوت بيسخن طرف الايه؟ الرد دوت او القضيب دوت. وعندي هنا هوت ثرمومتر بيقيس لي التمبريتشر بتاعه الايه؟ الرد. الرد دوت لما بيحصل له اكسبانشن،
لما بيحصل له اكسبانشن بيضغط هنا هوت على دوت وبيخلي الميكرومتر دوت يتحرك. زي ما انتوا شايفين الميكرومتر دوت له اند، لما الرد دوت بيضغط عليه كده هوت فالمؤشر بيبدا ان هو ايه يتحرك. طبعا انا بحركه كده بايدي كان ايه، كان شايفين بيتحرك كده هوت، كان الايه، كان الرد دوت ضغط مين، ضغط عليه. ايه اللي انا هعمله في التجربه ديت؟ اللي انا هعمله في التجربه ديت ان انا هسخن لغايه ما التمبريتشر عندي هنا هوت مثلا توصل ل 90. شايفين هي وصلت هنا هوت لايه، لحوالي 90. اللي مش قادر يشوف الايه الثرمومتر كويس ممكن يبقى يرجع للصوره اللي احنا حاطينها وفيها التدريج بتاع الايه بتاع الثرمومتر. ركز كده معايا، شوف الجدول اللي انا هعمله بمنتهى البساطه. احنا وصلنا لكام؟ وصلنا ل 90. هنعمل الاتي، انا وصلت التمبريتشر بتاعتي بتساوي كام؟ 90. هعمل الاتي، هشوف المؤشر بتاع الميكرومتر دوت واقف عند فين؟ واقف عند انه رقم؟ لنفرض ان هو واقف عند 70 مثلا، لنفرض ان هو واقف عند كام؟ عند 70. يبقى لما كانت التمبريتشر 90 كان هو واقف عند كام؟ واقف عند 70. ال 70 ديت هاخدها هي الزيرو بتاعي، هي الصفر بتاعي. هعمل ايه؟ هطفي الهيتر بتاعي، الهيتر بتاعي دوت هطفيه وهستنى لغايه ما درجه الحراره تنزل من 90 وتوصل لغايه 85، توصل لغايه 85. يبقى الدلتا تي هاخده بكام؟ 5، بعد كده 10، بعد كده 15، بعد كده 20، 25، 30، لحد فين؟ لحد هو ما يكون محدد لي في السؤال، او اخد على الاقل 5 6 ايه قرايات، وكل مره هجيب دلتا ال، هجيب دلتا مين؟ ال. زي ما اتفقنا انا لازم بكتب اليونتس، الدلتا تي هنا اهوت هتبقى بالدجري سيلزيوس، الدلتا ال هنا اهوت هتبقى بالسنتيمتر. علشان تكون بالسنتيمتر كل ريدنج من الريدنج بتاعه الميكرومتر دوت اضربها في 10 اس ناقص 3 عشان تبقى الريدنج عندي بالسنتيمتر. اذا عايز اشتغل بالميتر مفيش اي مشكله، هضرب كل شرطه في 10 اس ناقص 5 10 تو ذا باور نيجاتيف 5. طيب نرجع بقى ونشوف، انا كنت عند 90 هستنى وشفت ان المؤشر عندي كان واقف عند 70، كان واقف عند كام؟ عند 70. هستنى لغاية ما درجة الحرارة تنزل ل 85 وأشوف المؤشر اتحرك من 70 راح لغاية فين؟ المؤشر اتحرك من 70 راح لغاية فين؟ لنفرض يا جماعة إن لما درجة الحرارة نزلت من 90 ل 85 المؤشر اتحرك من الشرطة رقم 70 حتى الشرطة رقم 50. يبقى هكتب الدلتا ال بتساوي كام؟ بتساوي 20. طيب هقوم جاي بعد كده هوت استنى لغايه ما درجه الحراره تنزل من 85 لغايه 80. يبقى انا مشيت برضو 10 درجات. شوفوا الفرق دوت كده هوت، الفرق من هنا لهنا، الفرق من ال 85 لغايه ال 90 كان 5، الفرق دلوقتي من ال 80 لغايه ال 90 هيبقى كام؟ هيبقى 10. اشوف لما وصلت من 85 ل 80 المؤشر لنفرض ان هو اتحرك من 50 ل 30، اتحرك من 50 لكام؟ ل 30. يا ترى دلتا ال اللي هكتبها هنا هكتبها 30 من القرايه الاولانيه، يعني هكتب كده هوت ان هنا عدد الشرط كام؟ 40. يبقى هي ديت القرايه الاولانيه بتاعتي اللي انا باخد من عندها الايه؟ اي قرايه ثانيه. طيب هستنى لغايه ما اوصل من 80 لغايه 75. يبقى انا بقى مش هكتبها عشان ما بوظش الرسمه ديت، هيبقى الفرق كام؟ 15. من هنا اهوت لغايه هنا اهوت، يبقى الفرق كام عندي؟ الفرق 15، صح كده اهوت. فرضا لقيت ان المؤشر اتحرك من 30 لغايه 10، يبقى هكتب الدلتا اللي بكام؟ هكتبها من اول 10 لغايه 70، هكتبها اللي هي كام؟ 60. ارجو ان تكون الايه الحاجات ديت مفهومه بالنسبه لكم. انا كنت في الاول درجه الحراره 90، كان المؤشر بتاع الميكرومتر واقف عند 70،
استنيت لغاية ما درجة الحرارة وصلت لخمسة وثمانين، لقيت المؤشر اتحرك من سبعين لخمسين، يبقى أنا عندي مشي عشرين درجة. بعد كده نزلت من 85 ل 80، يبقى الفرق بقى 10 درجات. اعتبر كأن المؤشر اتحرك من 70 لغاية 30، يبقى الفرق هنا هيكون كام؟ هيكون 40. أرجو أن دي تكون مين؟ واضحة. وهكذا أكمل الجدول بتاعي، وزي ما قلنا نرسم كده هو جراف بين الدلتا ال وبين الدلتا تي، هيطلع لي ستريت لاين السلوب بتاعه ألفا ال نوت. طبعا طالما هنا انا اشتغلت بالسنتي، يبقى لازم لما اجيب ال نوت اجيبها بالايه؟ بالسنتي. اذا انت عايز تشتغل بالمتر وضربت هنا هوت في 10 اس ناقص 5، يبقى ال نوت لازم تحسبها بالايه؟ بالمتر. بالمتر بالسنتيمتر از يو لايك، ديت ايه ده اختيارك، شوف اللي ايه اللي يريحك. بعد كده هوت رسمت الايه؟ رسمت الجراف زي ما هو موجود كده قدامكم. احسب الاسلوب اللي هو الدلتا واي على الدلتا اكس، الديفرنس ان واي اكسس على الديفرنس ان اكس اكسس، الاسلوب بيساوي الفا ال نوت. ال نوت انت لسه كنت حاسبها وقايسها، اقدر اطلع الايه؟ الالفا. بتطلع تقريبا رقم 2 في 10 اس ناقص 5، 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 ديجري سيلزياس ماينس 1، يعني رقم مضروب في 10 باور نيجاتيف 5. دوت بالنسبة لتجربة السيرمال ايه؟ السيرمال اكسبانشن. ادي كده هوت ملخص الايه؟ ملخص للتجربة بتاعنا بالمنظر اللي ايه؟ بالمنظر اللي قدامكم اهوت. التجربة ديت غير مقررة على طلبة اسنان، وغير مقررة على طلبة صيدلة، ولكن مقررة على طلبة اولى علوم طبيعية. بالتوفيق إن شاء الله.